الاطوال باش كتسيري وهذا باش كتفتح. هذا المعرض اللي هو معرض خاص بالجمعية اللي كيعطينا التاريخ ديال الصيد بالصقور باش الناس يشوفوا ويعرفوا بان تراث الصيد بالصقور مغربي 100% ما مستورد ما والو من منبع من المغرب. عندنا وثائق اللي كتثبت عندهم اكثر من 7 قرون بما فيها ظاهر ديال 1885 ديال مولاي الحسن الاول والظاهر ديال مولاي حفيد 1910 كيجدد الظاهر ديال مولاي الحسن الاول والظاهر ديال 1960 ديال المغفور له محمد الخامس. الى جانب هذه الوثائق هناك بعد الوثائق اخرى اللي كتثبت بان الصيد بالصقور كان ولا زال يمارس لحد الساعه. والهدف بالمشاركه ديالنا احنا باش نوريو المغاربه هذا التراث ديالهم لانه مغربي 100%. احنا دابا بالنسبه للصيد بالصقور علاش ما شفتوش كاين بزاف وكينتشر، اللي كاين واحد الشق قانوني لانهم من المحميات ممنوع ايها الناس من هب ودب يقدر يشد الصقر الا بترخيص، وذاك الترخيص ما كيتعطى شيء كيبقى عنده امتياز عند قبيله القواسم لانها موجوده وكتحافظ على هذه الصقور قبل ما تكون هذه المعاهده اللي معاهده دوليه ديال 1973 ديال سيتس كتمنع التصدير الاستيراد التجاره في هذه الانواع ديال الصقور. اذا كاين القبيله عندنا احنا كجمعيات ديال الصيد بالصقور القواسم المغرب هما اللي مرخصين بالصيد. الصقر اللي كنصيدو اللي عندنا احنا وكنستغلوه لازم تكون عندك وثيقه. دابا درنا مع السيرفيس كونسيرني اللي هو المياه والغابات واحد البروسيدير ولات فيه لابيس في الشريحه ديالو ويكون عندك صقر واحد وشهاده الملكيه. دابا كيتورث دابا ابا عن جد باش تاسيري لا ترونسميسيون باش يبقى يحافظ عليه. الصقر هو من نوعيه الصقر الشاهين فوكون بيلغان ونوعيه واحد سوز سبيس فوكون بيلين غرينويد اللي هو فوكون دو بارباري الصقر البربري المغربي. دونك الصقر المغربي تراث مغربي والتريتوار دو شاس مغربي. هذا هو اللي خصكم تعرفوا بان الصيد بالصقور المغربي انه الناس ما كيتسدو موند علاش ما يكونش عند الناس راه ممنوع بالنسبه لايها الناس يستغلوا ولا يصيدوا فيه ويبيعوا ويشريوا.